وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط المقدسي طارق الهشلمون. أستاذ طارق، السلام عليكم ورحمة الله. الشرطة حكومة الاحتلال قررت إزالة البوابات، لكن هل نفذ هذا القرار؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نشكركم على المتابعة الحديثة، وكما سمعت في البداية التقرير كامل لما حدث في المسجد الأقصى وما يحدث. البوابات الإلكترونية هي عبارة عن جزء من سلسلة العقوبات التي قامت بها المؤسسة الإسرائيلية والاحتلال للمسجد الأقصى المبارك ولأهل القدس جراء ما يحدث يعني في المسجد الأقصى المبارك. قوات الاحتلال قامت بإزالة البوابات الإلكترونية وقامت بتركيب مجموعة من الكاميرات الذكية التي تكشف المعادن، تكشف الأسلحة، وتكشف بصمة الوجه أيضا. يعني المؤسسة الإسرائيلية هي وقعت في حفرة وخرجت ووقعت في بئر أكبر منه، وهذا ما حصل يعني منذ الصباح الباكر. طب الشرطة تقول أن هناك معدات أخرى سيتم تركيبها غير الكاميرات، ما هي؟ معدات أخرى هي عبارة عن غرف للتفتيش وحواسيب آلية أيضا. طيب كيف هو الوضع الآن؟ هل لا زال رباط المقدسيين على أعتاب العتبات المقدسة؟ باليوم العاشر على التوالي يقوم المقدسيين من أهل القدس وأهل 48 داخل خط الأخضر، وهناك مجموعة أخرى من الإخوة في الضفة الغربية بالرباط على باب المجلس وباب حطة وباب الأصباط من الخارج. فمنذ الصباح الباكر حتى هذه الساعة هناك أكثر من 3000 مقدسي متواجد مرابط على بوابات المسجد الأقصى المبارك لإثبات حقهم بالدخول إلى المسجد الأقصى المبارك دون تفتيش، دون أي شيء يذكر، ودون أي شرط، ودون أي قيد. وبالتالي هؤلاء المرابطين يعترضون أيضا على وجود هذه الكاميرات وهذه الأعمدة الحديدية وهذه المعدات الأخرى، الغرف، غرف التفتيش والتفتيش اليدوي أيضا، ليس كذلك؟ نعم، هذه نحن لم ندخل إلى منطقة أخرى، ونحن لم ندخل إلى بلد آخر، هي عبارة عن حاجز حدودي كما رأينا وكما قمنا بالاطلاع بشكل مباشر على أرض الواقع، وكأننا ننتقل من بلد إلى بلد. فهذه الكاميرات وهذه المعدات هي عبارة عن كشف أجهزة أمنية أكثر من أنها تفتيش عادي. فنحن داخلون إلى المسجد الأقصى المبارك، وحرمة المسجد الأقصى المبارك أكبر من أن يقوم أي أحد بالاعتداء على أي موظف في داخلها من الأوقاف الإسلامية، وهذا ما حصل في الأمس. قامت قوة الاحتلال بالاعتداء على موظفين دائرة الأوقاف الإسلامية، قاموا بطردنا أيضا من منطقة باب المجلس، وقاموا بطردنا من منطقة باب الأصباط. هم الآن لا يروا أي أحد ولا يتبعوا. هل هناك يعني هل تخططون لتصعيد من نوع ما؟ نحن حتى اليوم وحتى هذه اللحظة هو عبارة عن رباط سلمي هتافات لا أكثر ولا أقل، لأننا اليوم نملك مرجعية دينية هي صاحبة القرار، فنحن لا نستطيع أن نتخطاها ولا نستطيع أن نعلو عليها أيضا. يعني الناشط المقدسي طارق الهشلمون كنت معنا من القدس عبر الهاتف، نشكرك جزيل الشكر.